مساء النور، معكم عصام سرحان. الدرس ديال اليوم والتمرين ديال اليوم هو كيفاش انا كمغني نمشي على الايقاع. اللي خصكم تعرفوه هو ان الاغنيه او الموسيقى بصفه عامه تكون من لحن وايقاع. اللحن اللي هما حروف ديالو دو ري مي فا سو لا سي دو، الايقاع حروف ديالو بلا ما ندخلكم معايا في واحد التوهان عنده حروف كذلك هو. يعني كيفاش نغني مع الزمان، كيفاش نغني مور الزمان، كيفاش نغني في الزمن الاول، كيفاش نغني في الزمن الثاني، كل اغنيه كتغنى في ايقاع معين، ولكن المطلوب من المغني هو انه يمشي مع الايقاع. اللحن الى خطا المغني كتسمى الفوس نوت، الايقاع الى خطا المغني كتسمى كونتر ميزان، يعني غناء خارج الايقاع. الايقاع والموسيقى مخلوقه في الكون، كتسمعوا في مجموعه من الحوايج، كتسمع الطرف الطبيعه كامل واحد الايقاع، غادي تسمع الحصان اللي كيكون غادي في الطريق تراك 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 تراك، تحس بانه كيعمل ايقاع مضبوط. الى غنيتي معاه غتحسب صحيح. الميترونوم اللي هو تاك 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 تاك، الى افترضنا هذا 150 مثلا، تاك 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 تاك، فداك الحصان كيعمل هذه الحركه هذه 150. اورك بيانو اللي شديتي الاورك وزنتي معاه غتجبرك يمشي بنفس الميزان. ايقاع وايقاع الحياه هو تمرين خفيف معنى ديالو عظيم، عبارة عن مستملحة ولكن فيه فوائد كبيرة بالنسبة للمغنيين فاش يتعلموا انهم يمشيوا للايقاع. ارقام مكتوبين وغتحاولوا انكم تتبعوا معايا الارقام بنفس الطريقة. يلا تشوفوا معايا التمرين. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8 7 8 6 7 8 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. والايقاع فيه جوج انواع، 80% فطري مكتسب ب 20%. واحد النوع المغني اللي ما غاديش نسميهم ميؤوس منهم في الايقاع، ولكن صعب عليهم يتعلموا الايقاع لانه فطريا ما عندوش الايقاع، كيف ما كنقولوا في التعبير العام عسري في الايقاع. يعني الا شبرنا اي اغنيه غادي تلقاها خاضعه للميزان، والملحن اختار شنو الميزان غيدخل فيه. هذا الميزان رباعي 1 2 3 4. ابعث لي جواب 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 وطمني بيرا با 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 با. محسوب كلشي محسوب 1 2 3 اي 4. ياك الى حسبنا ابعث لي جواب 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 وطمني. اذا هنا الملحن خضع لتقطيع البيت الشعري، كان من الضروري يدخل في هذا الزمن الثاني. ابعث 1 2 3 4. ابعت لي جواب 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 وطمني. سالينا في الميزان الاول ولكن بدينا في الميزان الثاني 1 2 3 4. ابعت لي جواب 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 وطمني. الزمن الاول غادي تشوف معايا التمرين هذا اللي هو ايقاع. الا افترضنا اننا غنديروا الميترونوم اللي هو الريتم تاك تاك. النوع الاول اي 1 2 3 4. الا خدينا شي كلمه معينه بدينا كنترينيو بها على الايقاع. الا افترضنا عصام مثلا عصام عصام عصام، هذه الطريقه الاولى مع الميزان. النوع الثاني هو ندخلو مور ميترونوم، يعني نسمعو التاك ندخلو عصام.